قلت قصة سنابي بس قاعد يطفي بنهار نفسيا لاني قادر اصور لاني قادر اشغل اي شيء ما ادري وش سالفه صراحه. جيت للسكن الثاني صارت امور ثانيه في الحياه ضغط بس انا انسانه متفائله في الحياه ما حعصب ما حزن بستمر. طبعا هذول قاعدين يسوون البالونات هنا هذول قاعدين ينظفون المكان نص سنتورة نص سنتي عادي عادي الحياة. وين حطتها خلود؟ وين حطيتيها خلود؟ يو وين حطتها؟ دقيقة نستكشف ونرجع لكم بعد قليل. وينها؟ وهذا وش يوم؟ وينها؟ هذا وش يوم؟ ها؟ طبعا جايبه صدقين نيت طالبه 6 فيت طلبت ساندويتش 3 فيت مره اطول من حياتي زين وكذا يعني شكلت شوي. طبعا الشبسات ما شبسات لسه ما زينا ولا شيء ولا شيء حايسين باقي صحباتي بيجون وانا لسه ما تمكيشت اصلا عادي. شوف الفيو خلاص عند البحر ما اروح في صراصير انا ابعد عن البحر واتفرج عليه من بعيد. يا حيوانة خرجتيني. البيت حلو كل شيء بس مشكلته ان جيت كانوا لسه مو منظفين شيء وطبعا تخانقت معهم انه خير تشيكن ومدري ايش وانتم مو منظفين والبيت حوسة والمفارش وكل شيء بس يعني اشوى جت على التنظيف يعني قاعدين ينظفون الحين. الله شوف القاعدة هنا ابي اقعد اكثر من بكرة احس كذا اقعد اروق تسي قهوتي اللي ما اشربها اصلا. وش تبين؟ تعالي في شيء وريني سرك. شكرا خير اي خير من وين يجي الخير؟ انت ما تستفيدين اشياء. وصرنا جاهزين طبعا انا لبست هذا عشان اخذ راحتي وانا ارقص كذا وفلات شوز وبعد شوي يعني مع الكيكه كذا احتفل وبعدين البس كعب واصور بعدين ارجع افسخ كل شيء وارجع ثاني مره طبيعيه. بنات يلا نرقص يلا يلا نحل الرقص. كل واحده مسويه جلسه تصوير هناك كل واحده قاعده تصور. بنات تعالوا يلا يبون يلحقون على الشمس صراحه منظر ما يتفوت. بالليل نرقص بالصبح نصور. Thank you.